صباح الخير على الجميع. عندنا هذه الشجرة الجهنمي نبغى اليوم نزرعها في اللي هو هذا الموقع. أول خطوة نسويها اللي هو ناخذ مقاس الأصص نفسه ونحفر بنفس المقاس في نفس اللي هو المكان اللي بنزرع فيه. الخطوة الثانية نبتدي اللي هو إزالة اللي هو قاع اللي هو الشيء القصص زي ما تشوف. طبعا هذا بالمنجل، هذه الطريقة الصحيحة البداية. نلاحظ ان الجهنمية مي ماسكة بالجذور بكميات كبيرة داخل القصص، يعني الجذور حقها بسيطة، والدليل شوف الحركة، يبدو انها الجذور لسه جديدة وان ما فيها ذيك الكمية من الجذور، وهذا بيزيد صعوبة اللي هو زراعتها. فاول خطوة زي ما وريناكم اياها يشيل القاع اللي هو ويوضحها، لان هنا ما يتحمل انك انت تغلط اخطاء، لازم كل المقاييس كله هو مدروسة من البداية.